ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا وقضينا على الإجرام وتسنى لصاحبي أن يدخل السجن لأنه كان يقود السيارة على طريقة الزيكزاك مخمورا سكران يعني. ولقد استفاد عم الشرطي من متابعته للأفلام الأجنبية ووضع البالونة في فم صاحبنا وقال له ننفوخ مالك بالطويلة. طلع صاحبنا بيستاهل الفوتة على الحبس. خرجوا الله لا يقيمه. وما إن دخل حتى خفف له الحلاق شعراته وطلب منه ذلك المبلغ المجقوم. وبالطبع كان قد دفع على الباب مبلغا آخر يسمونه بالدخولية وكأنه داخل على حفلة داخل على الله وعليكم. هكذا نادى عندما طلب منه رجلان مبلغا آخر للدخول إلى القاوش ودفع. وفي القاوش طلب منه المجرمون العتاد ثمن السرير، فإذا لم يشأ أن ينام على السرير فرشوا له على الأرض وأخذوا منه ثمن المساحة الأرضية التي سيستلقي عليها وثمن البطانية التي ستستلقي عليه يعني ستغطيه ودفع. وعندما جاءته زيارة دفع، وبعد انتهاء الزيارة دفع، وعندما خلصت عقوبته دفع الخروجية من القاوش، وقبل الدخول لتسلم أوراق الخروج دفع الدخولية لعند رئيس القلم فوق، وبعد أن هم بالخروج دفع الخروجية إلى الباحة، وقبل أن يضع رجله في السيارة التي سترميه خارج الحبس دفعوا أجرة 100 متر حسب عداد عجيب كل متر بندر، وأمام البوابة دفع خروجية، وقبل الدخول إلى عالم الحرية دفعوا دخولية أخيرة إلى الحياة العامة. حط صاحبنا اللي فوقه واللي تحته وبالطبع تاب التوبة العجيبة وما عاد يعيد بحياته. أفرأيتم كيف قضينا على الإجرام؟ قال مخمور قال إيه ما عاد حط الزهرمان البخاري بتمه. بصحتك أخي المجرم، أعوذ بالله، ندمان يا سيدي ندمان. أرأيتم كيف قضينا على الإجرام؟ هكذا حدثنا هذا البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.